سيادة دولة رئيس الوزراء هناك زيارات متكررة من American leaders like Hillary Clinton and Carl Levin are essentially saying that the national reconciliation process is going slow. That is their main accusation against the against your government. Do you agree to that? And who do you blame for the slow progress? ربما بطء هذا شيء طبيعي ويبدو أن رئيس وزراء بريطانيا السيد براون قد أجاب على هذه العملية حينما قال لأن بريطانيا لديها تجربة في مجال المصالحة الوطنية وقال بأن المصالحة تحتاج إلى وقت طويل يبدو أن بعض الدول نسيت ما كانت فيه من خلافات داخلية جرت فيها أنهار من الدماء واستمرت إلى سنوات طويلة حتى وصلوا إلى الاستقرار على أساس الديمقراطية وعلى أساس عمل سياسي المصالحة الوطنية بطبيعتها تحتاج إلى وقت ومنذ البداية حينما طرحت المصالحة الوطنية كان الفهم لها محدودا جدا كانوا يتصورون مصالحة دعوة غداء أو دعوة عشاء المصالحة الوطنية عملية تثبيت أسس وقواعد للعملية السياسية معالجة نقاط اختلاف موروثة من زمن النظام السابق على أسس طائفية وقومية وسياسية وغير ذلك من المسائل المصالحة الوطنية تعميق عملية الحوار بين الشركاء في العملية السياسية لذلك من جانبي أنا أعتقد أن العملية السياسية في العراق كما هي العملية الديمقراطية في العراق قد خطت خطوات سريعة بلحاظ الزمن وبلحاظ ما تحتاجه في كل مناطق العمل إلى فترة زمنية طويلة الديمقراطية ثلاث مرات ذهب الشعب العراقي للانتخابات واستلهم معاني الديمقراطية وكذلك المصالحة الوطنية لم يتحقق الأمن الذي تطور هنا وهناك إلا بالمصالحة الوطنية وأنا أطمئنكم بأن كل القوات التي كانت في الميدان لم تتمكن من تحقيق ما حققه الذين مالوا نحو العملية السياسية وتصالحوا معنا من أبناء العشائر ودعمناهم كما في الأنبار وديالة وجنوب بغداد وشمال بابل هؤلاء هم الذين حققوا هذا التقدم في الجانب الأمني لذلك أنا لا أتفق مع هيلاري وإنما أقول بأن يبدو أن السيدة هيلاري والسيد كارل لم يبتلوا في حياتهم السياسية بخلافات ومشاكل سياسية بالعمق الذي فيه العراق لذلك حينما يحكمون من موقع عدم المعرفة في ما تقتضيه المصالحة الوطنية لذلك أنا أعذرهم وأقول لهم لا أبدا المصالحة الوطنية صحيح بطيئة ولكنها ضمن المتطلبات الحقيقية هو هذا المسار إذا قيست بغيرها ستكون سريعة وسريعة جداً. لكننا لا نسمح بأن يتعرض البريء وهذه